كده ظبطنا الدنيا. نخلي ده ازار نرجعه لورا كده. تمام، حلو قوي. بعد كده عايزين نخليه راندوم، يعني راندوم، يعني نقط نقطة طالعة، نقطة داخلة، نقطة فوق، نقطة تحت كده. يعني احنا عاملين سيلكت على كل البوينتس، مظبوط. رايت كليك، وفي اوبشن اسمه كرامبل. افتكر كرامبل في سيت بوينت، سيت بوينت، سيت بوينت. افتكر في مش كومن سيت بوينت فاليو، هي دي سيت بوينت فاليو. سيت بوينت فاليو انت بتحط فاليو لكل البوينتس دي. طبعا هنا هقول له بدل ليف هقول له كرامبل. بس خلي بالك انا عايز اعمل كرامبلنج على زد واكس، واي لا. يبقى في واي هنا هقول له ليف، ما تعملش فيه حاجه. ممكن اقول له القيمه دي كده، شيفت كليك اون، قايل له ابلاي. شوف ما بيعملش حاجه، بس افتكر لو قلت له كرامبل اكزيال هيعمل، وده اكسيال هيعمل. بس انا عايز اخد قيمه كده، ايوه هو سنتي واحد كده وكده بس، شكرا. تمام، ده اللي انا عايزه. جميل، ممكن اقول له سيب بقى هو يوزع زي ما هو عايز، بوينت فايف حتى، وهنا بوينت فايف حاجة كده مثلا. بعد كده خد ده بس قدام شوية. تمام، طب وبعدين؟ ولا قبلين. افتكر ده لو انا عملت رايت كليك وسينما فور دي تاج وحطيت حاجة اسمها ميتابول، لا ولا هيعمل حاجة. طيب ممكن ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ريكتانجل. ريكتانجل ده خليه واحد في واحد، واروح هنا احط سويب واخد ده مع ده بالظبط كده، الاتنين مع بعض. تمام، بس الريكتانجل ده انا هخليه راوندنج واكبر ريدي شويه، خلي مثلا بوينت 2 وخليه كده حتى. في ده سب ديفايدد، اوسع او اقلل ده شويه كده، مش قوي بس اوسع الماكسيمم لينكس. واروح في ريكتانجل نفس الموضوع، سب ديفايدد عشان ما يبقاش عدد السيجمنتس كتير على قلة فايدة. وروح في ريكتانجل ده و لا مش ده، اخد ده مثلا كده. تمام، والراديوس بوينت واحد بالظبط، حاجة تبقى بالشكل ده. سكيل من تحت، حط ده جوه ده. واضح ان احنا عملنا ال
الكرامبلينج عملنا، مش عملنا غلط ولا حاجة، بس خلينا نروح ل نكبر الراديوس ده شوية، وفي الريكتانجل ناخد بس السويب وازق كده لورا شوية بس كده تمام. لو رحنا هنا هقول له جرا تشيلينج هلاقيها بالشكل ده. تمام كده احنا خلصنا من الفرونت سايد. نيجي بقى نتكلم على الجزء ده اللي هو الجزء اللي فوق ده، دي سهل قوي وده طبق الاصل من اللي فات. تمام هنرجع كده واروح لدي كنترول اس. اللي قدام دي هتبقى خلي بالنا ان ده سيمتري، ما تحطش دي جوه دي، خد الاتنين دول. تمام Alt G وهنسمي دي كاب. تمام نيجي على البادي، هقفل السب ديفيجن سيرفس واروح على البادي ده. عايزين نعمل فتحة هنا نطلع منها الماسورة دي، هروح على التوب فيو عشان اعملها في السنتر بالظبط. هاخد البوينت دي تمام، هروح هنا واقوم واخد البوينت دي. تمام كده انا في السنتر بالظبط كالعادة. بيفل تمام، في البيفل محتاج دي محتاج هي صب ديفيجن واحدة، وده هيبقى كالعادة سالب 100. نفس الموضوع هروح للفيسز وديليت الفيسز، رايت كليك اوبتمايز لوب سيلكشن وناخد اللوب بورد. مش عايز يجي يبقى هروح لسيلكت باوندري لوب لان ده عبارة عن بوردر. جميل بصوا بقى، اول لما نعمل ده كده هنلاقيه راوندد كده تمام وكل حاجة، بس شايفين التقويس دي. الاول احنا عايزين نطلع بالماسوره اللي فوق طبعا، عشان اطلع بيها لو انا طلعت على طول كده هلاقي السب ديفيجن سيرفس قام طالع لي بكيرف جامد كده. فهنعمل ايه؟ هنروح للسكيل واقفل ده. خلي بالك انا همسك السكيل ده، مش همسك الثلاثه، لان لو مسكت ده هتلاقي في تشوه هنا جامد قوي. خلاص فانا عايز اروح كده شيفت كنترول اسف والجوه سنه بسيطه بس. تمام بعد كده الموف تول كنترول سنه برضو بسيطه لفوق. السنه دي عملت ايه؟ عملت الحز ده. تمام من غير
Strom sippt. 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 Danny. Skill. Control. Skill die kده. Move. كنترول ونموف بالفوق مش عارف في حاجات غريبة عمالة تحصل. أنا بجد فعلا مش عارف ايه اللي بيحصل في السينما. ايوه ليه بقى التشوه؟ ليه التشوه اللي بيحصل هنا ده؟ طيب نشوف حله ايه. كنترول زد زد تاني. التسجيل الكتير بيخلي الواحد يسرح. طيب المفروض هنعمل فلتر وهقول له ان جونز بقى اهو نفس القصه. هي دي اللي عملت هي دي اللي عملت المشكله. هروح لمش و ان جونز ريموف ان جونز. بس خلاص اسف بس اني بسجل مده طويله بصراحه، ف بسرح، فعذرا عذرا 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 جدا كمان. تمام، لو خدتوا بالكم الكاميرا عماله معذباني، يعني تلف مره كده مره كده مكان ما الماوس، يعني عايز الف حوالين دي بتلف مكان ما الماوس. فانت تعمل ايه؟ روح لكاميرا نافيجيشن، قول له اوبجكت مود، كده الكاميرا هتلف حوالين السليكشن بتاعك بدل اللفه اللي انا عمال الفها دي. كنترول واسحب لفوق سحبه بسيطه كده. ايوه تمام. بس بعد كده هنسحب كمان سحبايه. السحبه دي بقى نعمل فيها ايه؟ سكيل لسكيل ده. امسك كليك الاول شيفت وهات السكيل على زيرو. طلعنا بالعدل كده، احنا طالعين بالعدل على طول. شيفت اسف كنترول تاني ونسحب. تمام بالمنظر كده. لو جينا بصينا هنلاقيها بالشكل ده. عايزين نطلع ب، يعني هي كده هتطلع راوند بالشكل ده، هي هتطلع راوندد. فاحنا عايزين نرفع دي كده شويه خلاص، وعايزين كنترول ونسحب لبره و كنترول سنة فوق، بعد كده سنة أكبر سنة صغيرة، ونيجي هنا سحبة لجوه سنة صغيرة، وبعد كده نسحب السحبة دي. بالمنظر ده احنا عملنا الشارب ايدج بالشكل ده. بس انا عايز من دي اطلع بشكل سداسي كانها صاموله هنا كده. فبالمنظر ده لو عملت كده انا مش هعرف اطلع بيه. احنا ممكن نعمل ايه؟ لما تحب انك انت تحول
من شيب لشيب، تمام ماشي، اقلب سبلاين. يعني انت عامل سيلكت على دي، هنروح لمش كوماندز وهم قايل له ايدج تو سبلاين، طلع دي بره تمام. موديل مود تول مش سنتر اكسس، سنتر اكسس تول. خلي بالك السبلاين ده في نفس المكان بالظبط، تمام. فسهل نعمل ايه؟ سهل ان احنا نضغط الت ونكسترودو طبعا كالعاده زيرو، والاكسترود ده هيبقى على واي، تمام. افتكر اتنين كويس مع سب ديفيجن اهي بالشكل ده. طبعا كل ده هيخش جوه النل، يعني لو عملنا كده هنلاقي ده بالمنظر. عشان نحمي ده بقى انه يحصل في الحركة دي، فهنعمل ايه؟ هروح للاكسترود اقول له انا مش عايز كابس، تمام، مش عايز كابات، و هحاول ده اديتابل، رايت كليك اوبتمايز، دبل كليك على دي، دبل كليك على دي، هنسكيل دي لجوه، تمام بالمنظر ده. هل ده اللي هيحميها؟ لا، اللي هيحميها على فكرة بيفل، اللي هيحميها بيفل. هحط بيفل، بس هحط بيفل موديفاير. طبعا مفيش خوف انه يهنك في حاجة زي دي لان بتاع صغير قوي. بس قبل البيفل، قبل البيفل عايز كنترول ايه؟ رايت كليك، رايت كليك، كنترول زد. في حاجة مش مظبوطة في البيفل. لو دخلنا في البيفل ده كده هلاقيه فصلها. طب عموما، عموما هو بيفل كبير، هقول له بوينت ون ولا حاجة، هو بس كانت المشكلة ان هو كبير مش اكتر، بوينت ون، وهقول له عايز سب ديفيجن واحدة، تمام بالشكل ده كده، سب ديفيجن واحدة بس. لو جيت عملت كده طلعت من دائري على على الشكل ده. انا ببساطة بس هقوم كبر دي كده، بس مش اكتر. في البيفل انا عايز اقول له طبعا البيفل، بصوا انت بتسلكت ده وهتقوم رايح لمش سنتر اكسس، تقوم قايل له سنتر بيرنت او اوبس كنترول زد، بالشكل ده كده. هروح للبيفل وهقول له يوز انجل. بص يوز انجل يعني هيشتغل على الايدجز دي بس، انا عايزه يشتغل على كله، فهشيل يوز انجل دي، تمام بالشكل ده. طبعا دي مش عجباني، فانا هروح للبادي وهروح للايدج مود ورايت كليك واخد اللوب كات، تمام كده الدنيا تمام التمام. هاخد اللوب، شيل بقى الباوندري طبعا الاول، رايت كليك وما قايل له كارنت ستيت اوبجكت، مش عايزين بيفل، عايزين ده بس. هناخد اللوبة دي وكنترول، قبل كنترول، كنترول لجوه سنة، وبعدين خلي بالكم المرة دي انا شغال والسب ديفيجن مفتوح عشان تشوفوها بعينكم،
وسنة بس كده، وبعدين هاخد الطلع بتاعي وسنة كمان، بعد كده امسك واتأكد بس ان سكيلي على زيرو وشيفت سنة، وبعدين اخد دي كده. صحيح انا مش هشوف من فوق، بس يعني نكمل لتحت. تمام، اروح للموديل و تعالوا كده نشوف من غير الواير فريم. تمام جدا كمان يعني. حلو أوي. دي بقى هيكون فيها سفير كده عامله شبه مفصله، مش مفصله ولا حاجه، هي حته سفير، وهحطها عند الاكسترود دي. ريسيت بي اس ار، طبعا ما شاء الله سفير كبيره. تمام، هطلع السفير دي كده. انا افتكر 6 كويس. تمام، هسيبها زي ما هي وهدبلكتها، بس دي هخليها هيمي 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 سفير. هيمي سفير يعني زي ما انتم شايفين نص دايره كده. تمام، النص دايره دي هعملها اديتابل، وهسلكت كل الفيسز اللي بره ورايت كليك، واقوم قايل له اكسترود، طبعا مع كرييت كاب اكسترود صغيره، وبعدين اخد اكسترود تاني، وبعدين اكسترود صغير بس. تمام، عشان الاقيها بالشكل ده كده. تمام، الاتنين دول او تحديدا يعني دي هتبقى جوه دي، عشان ده في الاخر هو اوبجكت واحد اصلا. ده طبعا لما هنحرك الهيد هيتحرك المفصله من تحت، فانا عايز انقل الاكسس بوينت من دلوقتي عشان اريح دماغي. فانا هاجي هنا كنترول اس بس الاول عشان ما يحصلش فينا مقلب. خلاص، وهاخد دي كده عشان تتحرك من هنا. يبقى لو احنا لما نحرك الدماغ او لما نحرك الهيد، لو جينا نشوف هنلاقي الحركه دي كده كنترول زد، بس افتكر انها غلط. تمام، هسلكت دي تاني معلش، وهروح لمش سنتر اكسس واقول له سنتر اكسس تو كنترول زد. طبعا كده مظبوط. تمام، جميل جميل، كنترول اس. في من ورا هنعمل حاجه كده عشان اطلع منها الديل، فهروح لبادي نفس الليله، اقفل بيفل. تم، اول ما الان جون تقلب هنقف بس، زي ما احنا مش ان جونز ريموف ان جونز. الاخت دي مع السلامه. بعد كده هناخد سيلكت باوندري لوب، وناخد اللوب ده زي ما اتفقنا كنترول، ونسحب سحبه صغيره، وبعد كده بالموف كنترول نسحب سحبه صغيره برضو، وبعد كده نطلع فوق. طلعنا فوق، امسك شيفت اظبط السكيل. تمام، نشوف الغلطة فين. الغلطة في اختيار النقطة نفسها. ممكن نكمل، ممكن نكمل عادي جدا على فكرة. خلاص ماشي، بس عشان تبقى مظبوطة يعني هنضطر نعمل هنضطر نعمل حاجة كمان هنا. يلا الله معانا حد حوش. تمام، بس لو هنح
لو هنعمل حاجه زي دي كان المفروض عملنا سيمتري، بس للاسف اتحطينا في موقف. طبعا ممكن كنترول زد، الصراحه انا مش عايز اعمل كنترول زد. تمام. بعد كده هناخد واحده لفوق، بعد كده كده، بعدين كده تاني. بعدين واحدة صغيرة، بعدين اوبس مش واحدة صغيرة، الواحدة الصغيرة دي لجوه، سنة كده صغيرة لجوه، وبعدين واحدة صغيرة فوق، وبعدين نكمل الدنيا بتاعتنا. بعد كده عشان نقفل الهول ده شيفت سكيل لجوه، اسف كنترول سكيل لجوه، كنترول تاني سكيل. بعد كده هنمسك الموف تول، كنترول سنه تحت، كنترول اسحب كده. عملنا ال معرفش دي ايه، خلاص بس عملنا دي. نكمل اللي بعدها. طبعا انا عملتها هنا، يبقى تانية هنا مظبوط. هسلكت البوينت، رايت كليك، بيفل بيفل، تمام. بعد كده البوينت دي، ديليت البوينت دي، بعد كده تو مش ان جونز، ريموف ان جونز، ونمسك البتاع الاخ ده ونكليك وناخد سكيل. بصوا بقى، عشان في حاجة، السكيل ده هو المفروض كده صح، بس في الموديلنج اكسس افتكر انه لو نورمال هو اللي هيبقى صح. هنا كان غلط، نورمال نجوم سنة بس، بعد كده نطلع على فوق سنة كده، فعلا دنيتنا كده مظبوطة، أظبط بكتير. لا مش ده، أفتكر ده تمام. يعني هنطلع بحاجة كده مثلا، بعد كده نمسك شيفت تمام، وبعدين كنترول زد. اللي فاتت دي هنقلبها اكسس، طبعا انا ما بتكلمش لان خلاص افتكر الموضوع بقى واضح وباين. بعد كده اروح هنا وشيفت هسحب لجوه، وبعدين شيفت سحبه لجوه تانية، وبعدين شيفت سحبه صغيره، وبعدين هنا هنزل موف صغير، وبعدين انزل موف كبير. المنظر ده كده يبقى احنا خلصنا من ده تمام. كنترول اس، اشوفكم في المحاضرة الجاية.